مع حلول شهر رمضان كيتبادر في الذهن ديالنا بزاف الأسئلة. أولها كيفاش نستغل هذا الشهر الكريم فأنني نستافد ونحصل من وراه على بشرة اللي هي جيدة وصحة جيدة. ثاني حاجة كيفاش الصوم كيأثر على البشرة وكيعطيها النضارة والإشراقة ديالها. وكذلك واش أنا المواد اللي كنت كنستعمل قبل رمضان خصني نستعملهم وكيفاش نستافد منهم بطريقة أحسن. هذا هو الهدف باش نعرفوا كيفية العناية بالبشرة، كيفاش استغلال هذا الشهر والصوم الكريم باش نقدروا نوصلوا لأحسن بشرة كنتمناو. معكم دكتورة هند هين، أخصائية أمراض جلدية، أمراض تناسلية وطب التجميل. كلنا كنعرفوا أن الصوم كيرجع مجموعة من التغيرات على صحة الإنسان، وبما أن الجلد هو أكبر عضو في الجسم فهو كتحدث فيه مجموعة من التغيرات. أولها هو إمكانية التخلص من جميع السموم والشوائب اللي كتراكم لمدة 11 شهر، وهذا هو السر وراء نضارة البشرة في شهر رمضان. البشرة كذلك كتقدر تعدل من مؤشرات الالتهاب اللي فيها، وهذا هو السبب اللي كيخلينا نلاحظوا تحسن مجموعة من الأمراض الالتهابية الجلدية في هذا الشهر الكريم، بما فيها مثلا مرض صدفية. ثالث حاجة هو أن الصوم كيعزز ما يعرف بظاهرة الابتلاع الذاتي أو الأوتوفاجي، واللي هي اللي كيتمكن فيها الجسم أنه ياخذ جميع البروتين التالف ويجده ببروتين جديد في الخلية، وهذا هو المحفز وراء استغلال جميع المواد الإيجابية في الجسم ديالنا. الصوم بالإضافة لهذا كله كيقدر يعزز إنتاج ما يعرف بالأنسولين جروت فاكتور أو هرمون نمو الأنسولين، اللي هو مساعد على تجديد الخلايا بما فيها إنتاج الكولاجين بنسبة كبيرة اللي كيعطي مرونة وصحة للبشرة ديالنا. وما ننساوش دور الصوم في تأخير ما يعرف بالشيخوخة، من جهة فهو كيأخر في هرم وتلف الأوعية الدموية وكيحد من الأكسدة، ومن جهة أخرى فبسبب سياسة التجويع كيولي تيصلح التلف اللي فيه وكيشجع تكاثر الخلايا الجذعية. هادشي علاش صوموا تصحوا، ولكن الصوم بوحدو ماشي حل سحري، ضروري مرافقته بتغذية متوازنة بأنشطة رياضية وبعناية مستمرة للبشرة، لأنهم هادو الأسرار الحقيقيين في الحصول على بشرة نضرة مشرقة وصغيرة اللي كيتمناها أي واحد فينا. رمضان مبارك، صوموا إن شاء الله بصحة وسلامة.